وهو زي ما انتوا شايفين من المعابد الضخمة، وبيتصل بمعابد الكرنك بطريق الكباش. واسمحولي بقى دلوقتي أشرح لهم بالصيني. شايف يا بكار؟ إيه يا خالي؟ حسينا حلو قوي. جي معانا مرشد سياحي بيقول للركاب معلومات وحنتشهر. أيوة، بس لما تيجي تركب المنطدة تاني مش هيبقى معاك. أنا بفكر أتفق معاه أديله 10 جنيه في اليوم ويطلع معايا الرحلات كلها. أنت اسمك إيه؟ اسمي بكار. شبه ابن أخت سوسن مرت خالك يا ماما. بالضبط يا بابا. أنت من الأقصر؟ لا، أنا من أسوان. وهو في فرق بين الاتنين؟ طبعاً، دي مدينة ودي مدينة تانية خالص. أهي دي معلومة جديدة عليا يا بابا. وأنا كمان يا ماما. إحنا جوزنا الولاد وطالعين أجازة لأول مرة من 35 سنة. عدوا كأنهم 35 يوم. وأخيراً، أخيراً بقينا عايشين لوحدنا وحنعوض كل اللي فات من عمرنا. أنت بتقول شعر يا بابا. ألو؟ أيوة أنا ناجي بيه. طيب طيب، حاجي لك حالاً يا ريس. أيوة، أنا اتأخرت على ميعاد مهم ولازم أرجع حالاً. معلش يا أستاذ، الناس دفعة. أولاً أنا مش أستاذ، أنا اسمي ناجي بيه. وثانياً قول للناس دافعين كام وأنا رجع لهم فلوسهم. بس يلا يلا عشان اتأخرت. لا يا ناجي بيه، ما تدفعش للناس أيتها حاجة، احنا طالعين رحلة وعايزين نكملها للآخر لو سمحت. يا خفيف، الرحلة ساعة فات نص ولسه نص، المستعجل يركب الأتوبيس. يا ناجي بيه، طالما حضرتك مشغول طلعت الرحلة دي ليه أصلا؟ أنا مش مطالب إني أوضح لك أي أسباب، أنا عايز أرجع. أيوة بس احنا لسه ما خلصناش الرحلة. ابقوا اطلعوا رحلة تانية على حسابي. بابا، ما تيجي نرجع وناخد منه حق التذكرة وكفاية اللي شفناه، ونبقى وفرنا تمن التذكرة، وباللي وفرناه نشتري جبنة نستو ومربى بدل ما نتغدى في الفندق وندفع أكتر. فكرة حلوة يا ماما. خلاص خلاص، لف وارجع يا اسطى. مفيش رجوع. لا 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 لا، أنا عايز أوصل للناحية التانية وانزل هناك. بقول لك ارجع وهدفع لك. إيه ده؟ محفظتي فين؟ يمكن نسيتها في الفندق ولا في العربية؟ لا، أنا لسه مخرجها من جيبي قبل ما أطلع هنا. إيه المحفظة اتنشلت؟ واللي نشلها واحد موجود على المنطاد ده؟ أنا شاكك في الراجل ده بصراحة بقى، شفته بيحط إيده في جيب اللي جنبه. أنا عايز أفتشك. اوعى تيجي جنبي. تفتش مين يا أستاذ هيب؟ ده أنا سيدون. كله حيتفتش لغاية ما نلاقي المحفظة. ده كلام سليم فعلا، لازم كلنا نتفتش. صح يا بابا. ها؟ هو ده اللي معاه المحفظة، أنا شفته بيخرجها من جيبه. يبقى أنت تتفتش الأول. اوعى عيدك منك له، اوعى اوعى. واعرف انت بتكلم مين، ده انا المقص على سن ورمح، ده حرامي نشال. ها؟ يبقى اكيد محفظتنا كمان معاه. تعالى اوعى حاسب.